بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أهلا وسهلا بكم جميعا في هذا الفيديو الموجه لتلاميذ سنة خامسة ابتدائي وأوليائهم. اليوم بحول الله تحضيرا لاختبار يوم الأحد اللي هو في التاريخ والجغرافيا، مجموعة من الأسئلة. حاولت أني أنكثر الكثير من الأسئلة أو أضع الكثير من الأسئلة على الأقل كمساعدة للتلاميذ، بالأخص في التاريخ اللي حدث فيه تغيير كبير في تقديم وتأخير دروس، وبالتالي التلاميذ لا يستطيعون الاعتماد على النماذج العام الفائت والأعوام السابقة. إذا السؤال الأول، ماذا لدينا؟ ضع صحيح أو خطأ وصحح الإجابات الخاطئة. أنا راح أجيب مباشرة، لكن التلاميذ قبل ما أجيب هما يكونوا رجعوا للموقع وقاموا بالإجابة. إذا نزلت القوات الفرنسية بميناء اسطوالي بوهران، هنا هل صحيح أم خطأ؟ هنا خطأ. لماذا نزلت القوات الفرنسية بميناء اسطوالي؟ أين؟ بالجزائر. الدول الأوروبية وقفت إلى جانب الجزائر ضد فرنسا، أيضا خطأ. الدول الأوروبية تحالفت مع فرنسا ضد الجزائر، لدينا خطأ. عندنا كان لفرنسا عدة أسباب لاحتلال الجزائر، أذكر أهمها. راح نذكر لكم هذا وحفظوهم، لأنه هذا السؤال دائما يكون عندنا. موقع الطمع في موقع وخيرات الجزائر. الجزائر لها موقع استراتيجي هام جدا، هي بوابة إفريقيا، وبالتالي كانت تشكل مطمع لكل الدول الأوروبية وليس فرنسا فقط. هذا الشيء الأول. الشيء الثاني، رغبة الحكومة الفرنسية في تصدير ماذا؟ في تصدير مشاكلها الداخلية إلى الخارج. يعني الحكومة الفرنسية كانت عندها عدة مشاكل آنذاك، فحبوا يفتعلوا أزمة خارجية به الشعب يهتم بهذه الأزمة الخارجية، ويعني ينقص اهتمامه بالمشاكل الداخلية. الثالث سبب هو الحروب الصليبية، يعني هذو تحفظوهم. إذا السؤال الثالث، أكمل ناقص. أبرم الأمير عبد القادر، هنا فقط العين، عبد القادر معاهدتين مع القوى الفرنسية، هما المعاهدتين وش هما؟ هما معاهدة ديميشيل ومعاهدة تافنا، معاهدة أو نقول معاهدة تافنا ثم معاهدة ديميشيل. دامت مقاومة الأمير عبد القادر لفرنسا كم من سنة؟ 17 سنة. 17 سنة. السؤال الرابع، انتصر أحمد باي على فرنسا في بداية المقاومة، في بداية مقاومته، ويعود ذلك لعدة أسباب، أذكر أهمها. كاين بعض الأسباب اللي أدت لأنه أحمد باي في بداية المقاومة أنه ينتصر. أهمها هو ثقة الأهالي به، معرفته بالمنطقة اللي هي قسنطينة معرفة جيدة. إذا أعيد، ثقة السكان به واستعدادهم للدفاع عن مدينتهم، معرفته بالمدينة معرفة جيدة، وجود أسوار محيطة بالمدينة، هنا أنا نقصد مدينة قسنطينة. السؤال الخامس، اتخذت المقاومة السياسية عدة وسائل، أذكر أهمها. إذا أهم الوسائل التي اتخذتها المقاومة السياسية، وش معناها المقاومة السياسية؟ يعني اللي جات بعد المقاومات الشعبية. بعد المقاومات الشعبية بدأت مقاومة سياسية، قلنا أهم وسائلها هي المظاهرات، تشكيل الأحزاب والجمعيات، إصدار الصحف، تقدروا تقتصروا على هذا، ونزيدوا المشاركة في الانتخابات. أعيد، المظاهرات، تشكيل الأحزاب والجمعيات،
المشاركة في الانتخابات وإصدار الصحف. فرضاً قال لكم من هي أهم شخصيات المقاومة السياسية؟ عندنا شخصيات معروفة جداً في المقاومة السياسية، عندنا الأمير خالد، عندنا ابن باديس، العلامة ابن باديس، عندنا فرحات عباس، هذه ومصالح الحاج، هذه تعتبر أهم شخصيات للمقاومة السياسية. آخر سؤال في التاريخ، الحقيقة راكم تلاحظوا أني ما كملتش باقي الدروس على أساس أنهم مازالوا ما وصلوهمش، يعني أعتقد أنه أغلب المدارس راهي متأخرة في دروس التاريخ. احتفل العالم فيه بنهاية الحرب العالمية، فخرج الجزائريون للاحتفال والمطالبة به، فقمعت هذه المظاهرات كبيرة، هنا فقط بي، هنا بي كبيرة، وسقط أكثر من 1000 شهيد من الجزائريين، ومن هنا بدأ الإعداد للتحريرية الكبرى. إذن احتفل العالم متى؟ في 8 مايو 1945. بنهاية الحرب العالمية فخرج الجزائريون، لا خرجوا الجزائريون احتفال فقط، والمطالبة بالاستقلال، لأنه هذا كان وعد فرنسا، والمطالبة بالاستقلال. إذا نكمل، فقمعت فرنسا هذه المظاهرات بوحشية كبيرة، وسقط أكثر من 45,000 من الجزائريين، ومن هنا بدأ الإعداد للثورة التحريرية الكبرى. إذا بعد ما أنهينا التاريخ ننتقل لمادة الجغرافيا. السؤال الأول في الجغرافيا، ماذا لدينا؟ أجب بصحيح أو خطأ. التهيئة الإقليمية هي عملية تنظيم للمظاهر الثقافية والسياحية، صحيح أم خطأ؟ أكيد خطأ، لا علاقة للتهيئة الإقليمية بالثقافة والسياحة. تسهيل رخص البناء على الأراضي الزراعية، انتبهوا، على الأراضي الزراعية يحمي الغابات، هل هذا صحيح؟ لا، هذا من الأشياء المدمرة، هو البناء على الأراضي الزراعية والأراضي الغابية. الاكتظاظ من هنا أيضا خطأ، الاكتظاظ من المشاكل التي تعاني منها مدن الشمال، أكيد صحيح. ضعف الغطاء النباتي من المشاكل التي يعاني منها إقليم الجنوب، نعم صحيح. هنا عرف التهيئة الإقليمية وعرف النفايات المنزلية. أول التهيئة الإقليمية ما هي؟ هنا قلنا هي عملية تنظيم للمظاهر، مظاهرنا راح نصحوا باش نقولوا مظاهر ماذا؟ الإقليمية والجغرافية. كيف؟ كيفاه؟ بوضع خطة، هذه الخطة تأخذ بعين الاعتبار ماذا؟ تأخذ بعين الاعتبار الظروف البشرية والجغرافية في داخل هذا الإقليم، يعني التهيئة الإقليمية خاصة بالجنوب، خاصة بالشمال، خاصة بمدن الداخلية وهكذا. هذه بالنسبة للتهيئة الإقليمية. إذن أعيد، التهيئة الإقليمية هي عملية تنظيمية للمظاهر الجغرافية والإقليمية بوضع خطة تأخذ بعين الاعتبار الظروف البشرية والجغرافية للإقليم. النفايات المنزلية، كل المخلفات التي تنتج عن أنشطة أفراد الأسرة. هنا فقط ملاحظة، أكيد راح تعتمدوا على التعريف التي أعطيت لكم بالقسم. ماذا لدينا؟ هنا ماذا لدينا؟ لدينا أربط العبارة بما يناسبها، نفايات عضوية يمكنها التخمر، نفايات غير عضوية. ناحية اليسار ماذا لدينا؟ بلاستيك ومعادن الطعام، أكيد لهنا رانا عندنا نفايات عضوية يمكنها التخمر، هي الناتجة عن الأطعمة. عندنا نفايات غير عضوية هي البلاستيك والمعادن. لدينا السؤال الرابع، ينجم عن النفايات المنزلية عدة مشاكل، أذكر منها، أذكر أهمها عفوا. لدينا الآفات والأمراض، تلوث المحيط، تلوث المياه الصالحة للشرب. هنا أساليب الحد من هذه المشاكل، يعني المشاكل الناتجة عن النفايات المنزلية، كيف نحد من هذه المشاكل؟ إذن للحد من هذه المشاكل علينا احترام مواعيد رمي النفايات، فرزها وإعادة تدويرها، استخدام بعض هذه النفايات كأسمدة طبيعية. الآن نأتي لآخر سؤال، أعتقد أنه هذا هو آخر سؤال الخاص ب
درس حماية الغابات، ما هي المشاكل التي تهدد الغابات في الجزائر؟ إذا المشاكل التي تعاني منها الغابات هي التصحر، الرعي العشوائي، النفايات والحرائق، فنحافظ على هذه الثروة الغابية. أولا المشاركة في عملية التشجير، التشجيع على توسيع المساحات الخضراء، تنظيم الرعي، يعني احنا قلنا رعي عشوائي، هنا لازم يصبح رعي منظم، يعني مش أي منطقة صالحة للرعي، المناطق الصالحة للرعي تكون وحدها، والمناطق الممنوعة من الرعي تكون، ولازم الجميع يحترم هذه المناطق الممنوع بها الرعي. منع رخص البناء في المناطق الغابية والزراعية، هذه تعتبر أيضا من أهم الأساليب للمحافظة على المساحات الخضراء والأراضي الزراعية والغابات، عدم رمي النفايات والمخلفات بالغابات. إذا حاولت أنه في الجغرافيا نلملكم بجميع الدروس لأنها قليلة، لكن في مادة التاريخ بأنه الدروس كثيرة جدا جدا، فيصعب إلمامها في فيديو واحد. أقول لكم في أمان الله، نلتقي.